بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. نجتمع في هذه الكنيسة المباركة في هذه العشية لنتذكر هذه السيرة العطرة والذكرى الحسنة لنياحة قدس أبونا القمص لوقا سيداروس. مر عام على نياحته، هو يصلي عنا في الفردوس ونحن نطلب نياحة لنفسه هنا على الأرض، ونطلب أن ربنا ينيح نفسه في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب بصلوات أبينا البطريرك البابا الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجلوس، وأبائنا الأساقفة الأجلاء نيافة الأنبا سوريال ونيافة الأنبا كيرولوس الحاضر معنا في هذه العشية المباركة. من أجمل تقاليد كنيستنا القبطية أن إحنا بنلقب رجال الكهنوت بلقب أبونا، يعني أبونا البطريرك، أبونا الأسقف، أبونا الكاهن. هذا اللقب كلمة أبونا أسهل حاجة الطفل يتعلمها، يقول أبونا. وفي الحقيقة منذ خلقة الإنسان، منذ خلقة آدم، وضع أن يكون هذه العلاقة البنوة والإبوة موجودة في الكتاب المقدس، علاقة آدم بالله، والله يسأل على آدم حتى لما سقط آدم وقال له أين أنت يا آدم. ولما التلاميذ السيد المسيح سألوا الرب يسوع قالوا له علمنا أن نصلي، قال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات، Our Father who art in heaven، يعني الفاذرهود، الإبوة. إزاي الإبوة دي متأصلة في الكتاب المقدس ومتأصلة أيضا في طقس ولتروجيات الكنيسة كلها. في الحقيقة عمل الأب الكاهن مهم جدا في الكنيسة ودور أساسي. المعاناة اللي بيقاسيها الكاهن في خدمته ما هي إلا علامات على محبته. يحمل هموم الناس، يطرحها على المذبح، وزي ما بيقولوا الآباء أنه تائب مع تائبين. ولما سئل مرة ما هو دور الأسقف قال أنه يقود شعب تائب إلى السماء. والأب الكاهن هو في كل يوم يقدم توبة عن شعبه ويتقدم شعبه في هذه التوبة. في تحليل الكاهن يقول، وهو بيقرأ التحليل الأبسلوشن اللي بيقرأ ده هوت، فيقول عبدك فلان وضعفي المنحنين برؤوسنا أمام مجدك الأقدس. فإذا الكاهن في كل يوم بيقرأ التحليل لإنسان تائب، هو يقدم ويطلب التحليل لأجله ولأجل المعترف. الأب الكاهن هو إنسان يرفع الصلاة لأجل كل إنسان محتاج، لأجل المريض والمسافر والمتضايق والذين ليس أحد يذكرهم. يطلب من أجل خلاص العالم، ويطلب من أجل خلاص الحيوان والزروع. يرفع الصلاة لأجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف. يشعر من أجل ويصلي من أجل من هم في السجون والنفي والمظلومين. كلمة قص باليونانية معناها إبريزفيتيروس، وإبريزفيتيروس باليوناني إن جريك معناها شفيع، إنترسيسور، يعني كلمة قص يشفع في شعبه كل وقت، يرفع الصلاة في كل وقت، يرفع التعهدات والطلبات من أجل شعبه أمام الله، سواء في صلوات الليتروجية الكنسية أو صلواته الخاصة. ما أحلى وما أجمل الكلمة أبونا لما الإنسان يقع في ضيقة أو مشكلة، أول من يلتجئ إليه الأب الكاهن عشان يصلي على لي، يثق أن صلاته تكون في يد أمينة. الكاهن في الكنيسة بيقود أولاده من خلال شفاعته أمام الله، ولما أولاده بيشعروا أن أبونا صلاته مستجابة يتألم لألمهم ويفرح لأفرحهم. يصبح أبونا بالنسبة للإنسان ده هوت الأب والمعلم والمرشد والنموذج. هذا ما تقدمه الكنيسة في خلال الكهنوت.
الحياة يا إخوتي الحياة التقوية لا تلقن، يعني الحياة مش بالتقوى لا تلقن بالدروس، لكنها حياة خبرة تعاش ويشعر بها الشعب. لا توجد كتب وفلسفات تدرس القداسة، ولكن القداسة هي حياة يحياها الكاهن وينقلها لشعبه من خلال حياته التقوية. كلنا تأثرنا بأباء كهنة في حياتنا. لو كنا صغيرين كل واحد كده بفكره أبونا فلان اللي هو اتربى في كنيسته أو اتربى على ايديه وتعلم منه. القديس الأنبا أنطونيوس في حياته كان يسند القديس البابا أثناسيوس البطريرك في دفاعه ضد الأريوسية. تقوى وعمق الحياة التقوية التي كانت لأنطونيوس هي التي كانت تسند الأب البطريرك البابا أثناسيوس. عشان كده الأب الكاهن في كنيستنا هو أبوة وبنوة. الأب الكاهن هو مفتقد، يفتقد شعبه، معلم يرشد شعبه بالتعليم، يسبح ويصلي لأجل الشعب، مثال وقدوة ونموذج صالح لكل إنسان. لذلك فالكهنوت هي دعوة، ليس كل إنسان يصلح للكهنوت. لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون أيضا. خدمة الكهنوت هي خدمة جليلة لأنها تخص الأسرار الكنسية والتعليم. خدمة الكهنوت هي أبوة حاضرة في الكنيسة في كل وقت تحمل الرعاية والحماية والحب والعطف والبذل والسيرة الطاهرة والنموذج الذي يقود كل إنسان في حياة تقوية. صعب علينا أن احنا نحصر حياة أبونا لوقا سيداروس في الخدمة والامتدت أكثر من 50 سنة. نتكلم إزاي عن 50 سنة حياة خدمة وبذل وتعب، وكل يوم له خبراته وحياته المعاشة. اشتهر أبونا لوقا سيداروس بعلمه ومحبته وتمسكه بالعقيدة الأرثوذكسية. وجاء تعليم أبونا الأرثوذكسية وعمقها من قصرة قراءته في الكتاب المقدس. دايما لو كنت تزور أبونا تلاقيه فاتح الكتاب المقدس وبيقرأ فيه. ودايما أبونا يستشهد بكلمات كان من الآيات من الكتاب المقدس. معايشته لما يقرأه، فكانت حياة أبونا لوقا هي عبارة عن قراءة في إنجيل أو حياة في إنجيل مقروء تشعر به. نادرا في أي جلسة كانت مع أبونا لوقا لا يتكلم عن الكتاب المقدس أو يستشهد بآية من آياته. دايما يستشهد، ممكن يكون سؤال بتوجهه لأبونا لوقا يرد كان عليه بآية من المقدس بالكتاب المقدس. أيضا كان يمتاز أبونا لوقا بالصلاة بعمق وهو قائم أمام مذبح الله بكل تركيز وبدون تشتت، وكان يحفظ كثيرا من الصلوات السرية في الكتاب المقدس. كان كثيرا، حتى أنا كان لما أجي أصلي معاه وأنا كنت كاهن كنت حتى ما لقيش الستاند اللي بيتحط عليه الخلاجي في المسبح، لأن أحيانا ما كانش أبونا يستخدم الخلاجي على المسبح. كان أبونا يحفظ كثير من القراءات السرية، وكان من خلال خدمته في القداس يظهر مكرسا نفسه للصلاة بالكامل في خشوع ونادر ما كنا نرى أبونا كثيرا. يمكن في أواخر أيامه كان يجلس، وإن جلس كان يجلس على الأرض في هدوء شديد. أبونا لوقا والاعتراف. في الحقيقة أبونا لوقا كان مدرسة في الاعتراف، كان له كثيرا من أولاده في الاعتراف، كان يرتبط به كثيرا في الاعتراف، كثيرين في الاعتراف والإرشاد، وكان بيمثل إشعاع حب وفرح لأولاده، وبالأكثر كان أولاده يثقون في إرشاده بإيمان كامل. كان أبونا لوقا مخلصا جدا للخدمة الكهنوتية اللي بدأ فيها في كنيسة ماري جرجس سبورتينج، ورغم مرور السنوات الطويلة لخدمته هناك
كان يتذكر أولاده بالاسم وينزل لافتقادهم سنويا. ومرة قال لي أنا شخصيا أنا الوقت اللي بقضيه في مصر أغلبه، كل رحلة مصر اللي بنزلها بتكون في يا إما خدمة وعظ في كنيسة ماري جرجس يا إما خدمة افتقاد. يعني حتى الوقت اللي كان بينزله كان بيقضيه في خدمة، وكان يسأل وله ذاكرة كبيرة جدا بكل إنسان بدأ من خدمته. لم تلغي خدمته هنا في تورنس وبداية تأسيس هذه الكنيسة المباركة والخدمة في هذه المنطقة على يد أبونا لوقا، لم تلغي فكرته أنه هو دعي في بداية كهنوته على مذبح كنيسة ماري جرجس. فكانت بالنسبة كنيسة ماري جرجس هليوبوليس لها مكانة كبيرة في قلب أبونا، وشعبها بالأكثر له مكانة أكبر. أيضا الافتقاد في حياة أبونا لوقا، رغم كان كهنوته وسنه سن أبونا السنين اللي قضاها في الكهنوت، لكن هو كان دايما أساس خدمته هو الافتقاد. زي ما قال السيد المسيح اسأل عن غنبي، والسيد المسيح بعد قيامته افتقد تلاميذه كثيرا من العائلات. لما خدمت هنا في منطقة ماري مرقص والمنطقة هنا هو، وكان في عائلات كثيرة جدا، وهو بدأ خدمته في لوس أنجلوس في منطقة لوس أنجلوس في كنيسة ماري مرقص قبل ما يبدأ يؤسس هذه الكنيسة في الخدمة. كثيرا من العائلات كان أبونا لوقا يزورها بنفسه، ومش بس كانت العائلات القديمة في المنطقة، لكن أنا شخصيا كنت لما بزور ناس نيو كامرز وعائلات جديدة يقولوا لي أبونا كان عندنا، أبونا وتصوني زارونا. فكانوا يذكروا دايما أن أبونا زارهم. فكثير ما كانتش بتتوقف خدمة أبونا فقط على الوعظ أو على القداسات أو على الإرشاد أو على الاعتراف جوه هنا الكنيسة، لكن تمتد كانت خدمة أبونا لوقا أيضا إلى خدمة الناس في أماكنهم. لذلك أبونا لوقا وزي أمثال أبونا لوقا في الخدمة قدموا لنا قدوة صالحة وصورة مضيئة من الحياة الروحية السليمة. لذلك في كنيستنا أهمية المرشد الروحي والتلمذة. كانت التلمذة واضحة في حياة أبونا لوقا جدا، كان يذكر أسماء كثيرين من الأباء الأولين اللي شاف فيهم صورة مضيئة للمسيح. كثيرا ما يسترشد في كثير من المواقف وكثير من مواقف الخدمة من حياة أبونا المتنيح بشوي كامل. يعني لما كتير كنا نسأل أبونا عن مواقف في الخدمة كان يسرد الكثير من المواقف كانت حدثت، يرد على سؤالك ويرد على استفسارك بقصة حدثت مع أبونا لوقا، مع أبونا بشوي كامل أو غير أو قبل أبونا بشوي كامل، كان في كثير من حياته. لذلك لا عجب أن في حياة أبونا لوقا كان في كثير من القصص كان يحكيها، حتى مش بس عن أباء خدموا معاه أو هو خدم معاهم، لكن كان ناس عاش معاهم أتقياء من الناس العلمانيين سواء أبونا خدمهم. وهذا ما يدل على كتابه سيرة أبرار معاصرين من ناس هو عاشرهم وشافهم. هذا ليس بعجب عن إن هو يكتب سير هؤلاء عاشرهم أو سمع عنهم. يقدم لنا أن ليس شفاعة القديسين في صلواتهم فقط، وإنما أيضا في أعمالهم وحياتهم اللي شهدوا بيها للرب. كان أيضا أبونا لوقا له كثير من المواهب في الكتابة، كان يكتب كثيرا وكتب كثيرة، وحتى مذكراته كان يكتبها، مذكراته في السجن، مذكراته في الخدمة، كثير من العظات على الأحاد، كتب اللي طلعها عن إظات عن الأحاد. فكان بيترجم العظات اللي بيقولها إلى كتابة، علشان اللي فات العظة ممكن يقراها في نبذة أو يقراها في كلمة أو يقراها في رسالة.
لذلك أبونا لوقا أيضا خدم من خلال الوعظ والكتابة وقدم رسالة حية تصل إلى كل إنسان في كل مكان. أيضا نعتبر أبونا والكنيسة تعتبر أبونا لوقا في حياته أنه من المعترفين اللي في سنة 81 تم التحفظ ضم اسمه ضمن المتحفظ عليهم في قرارات سبتمبر، وأبونا دخل السجن وخرج منه، فكان أحد المعترفين بالشهادة الحية. ويمكن أنتوا أغلبيتكم شفتوا الكتاب اللي هو كتبه عن مذكراته في السجن. لكن أكثر ما هذا أن ربنا في كل عصر لا يترك نفسه بلا شاهد. في عصرنا هذا أعطانا هذا المثل الحي لهذا الأب الكاهن الوقور اللي خدم شعبه في اسكندرية وخدم شعبه الكثير هنا في أمريكا بكل أمانة وبكل بذل وبكل عطاء وبكل حب، وأعطانا هذا المثل الجميل اللي بنتذكره. انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. نحط كده صورة أبونا لوقا أو النموذج بتاعه في الخدمة ونحطه قدامه. هو تعب كثيرا، وكثيرين منا دخلنا على تعب هؤلاء الأباء اللي تعبوا من قبلنا سنوات كثيرة. فهو الآن يستريح في الفردوس يتمتع بهؤلاء القديسين الذين كتب عنهم وحكى عنهم. هو يتمتع معهم في هذا التسبيح الذي لا ينقطع في السماء، وكما أكمل جهاده هو على الأرض نصلي أيضا أن يعطينا الله هذا الكمال وهذه الحياة، أن نكمل هذه أيام غربتنا بسلام إلى أن نلتقي معا جميعا في الفردوس، نياحا لنفس أبونا الطباوي المتنيح القمص لوقا سيدارووس. ونقدم لكل أفراد أسرة أبونا ولكل أحبائه وأولاده في إسكندرية، نقدم لهم أنهم كانوا من أولاد وتلاميذ، ونقدم له العزاء المستمر لهم جميعا في انتقال هذا الأب الفاضل أبونا لوقا الذي يشفع ويصلي من أجل الكنيسة كلها، ولإلهنا كل مجد دائم من الآن وإلى الأبد، آمين. Mare noștem penso tir pe mai rumenat.